السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد ششمان من قناة دليل التقني. اليوم بهالفيديو حبيت أوضح عن أجهزة الحديثة من آيفون 8 لل 14 برو ماكس، يعني الأجهزة الحديثة عامة. كتير من الأعطال بتجينا إنه الجهاز ما عم يشحن. طبعا الجهاز مثل ما كنا كلنا بنعرف إنه الآيفون فيه أي سي يو اس بي وأي سي شحن. بالآيفون 8 اجت الاي سي اسمها هيدر، والايفون 7 يعني 7 وما دون اسمها تيرستار، هاي بتجي اسمها اي سي تي يو اس بي. طبعا التيجرس في قلب الايفون هي اي سي شحن اساسيه، فدائما بيكون عندنا عطل وحده من بيناتهم، يا تيجرس يا اي سي تي يو اس بي. بهذا الفيديو راح اوضح ان شاء الله شلون تحدد اذا كان عذر من اي سي تي يو اس بي او من اي سي الشحن اللي اسمها تيجرس. طبعا مثل ما قلنا بالايفون 8 وما فوق اسمها هيدر، وما تحت اسمها تيرستار، عشان ما نخربط راح اوضحكم النقاط اللي لازم نفحص عليها بالمخطط وننتقل على الشرح العملي. هون رح ننتقل على الكمبيوتر مشان نعرف النقاط اللي لازم نفحص عليها. طبعا مثل ما كلياتنا بنعرف الله دون، عندي ايفون 8 بلس، الجهاز عندي جاني من الزبون ما عم بيشحن، هي شكوى الزبون. فلذلك كيف رح اتاكد؟ رح احدد عذري اذا كان من اي سي الهيدر، من هيدر او من التجرس. فالتجرس هي اي سي الشحن الرئيسيه، تمام، وعندنا اي سي الهيدر اللي هي اي سي اليو اس بي اللي لازم تاخذ امر منا لحتى يفتح شحن للجهاز، تمام. طيب انا شلون بدي اتاكد اذا كان عذري من هاي الاي سي او من هاي الاي سي التجرس؟ فهون في عندي نقطه مكتوب عليها هيدر تو تجرس في بوس فايلد، هاي بامكاني افعلها عن طريق لمسه على الارضي. يعني عندي اي نقطه هون متواجده جنب الاي سي الهيدر، فاكيد اول شيء بتكون مغطايه، راح احفها شوي ويبين معي النقطه. انا حاليا اشرح اعمل، راح طبعا هي في وصل بينه وبين اي سي التجرس مشان تعمل تفعيل للفولت مشان يطلع عن طريق الفي دي ماين، بي بي في دي ماين. هذا اذا ما اجى 4.2 فولت معناتها عندنا اي سي التجرس عاطله، مجرد ما انه افعل هذا هاي النقطه اذا دقرت على الارضي لازم يعطيني الفي دي ماين، الفي دي ماين لازم يعطيني 4.2، واذا ما اعطاني 4.2 معناتها عندنا التجرس عاطله 100%. طيب اذا اعطانا الفي دي ماين اعطانا 4.2، طيب هذا هون اذا اعطانا هذا 4.2 او 4 فولت حسب الفولتيه اللي عم تدخل على الهاتف عن طريق وسط الشحن. فاذا اعطاني 4.2 فمعناتها عندنا التجرس شغاله 100% وعندنا اي سي الهيدر اليو اس بي اللي هي عاطله. رح ننتقل على الجهاز مشان نشوف شلون طريقه الفحص. طبعا الله انتقلنا على الميكروسكوب مشان نعرف النقطه اللي لازم نفحص عليها او النقطة اللي لازم نسجل عليها، اللي لازم ندقر على الارضي مشان يعطينا كهرباء. طيب والله انا حاليا حاطط جهاز على الشاحن، تمام، مجرد ما انه هي النقطة اللي جنب الاي سي اليو اس بي، مجرد ما انه هي الله النقطة انا حفيتها طبعا هون مشان يبين معي، عشان تبين معي النقطة راح اكبر عليها اكثر، تمام، ان شاء الله تكون واضحة عندكم على الفيديو. هاي النقطة حاليا موجودة، هاي النقطة مجرد ما انه ادقرها هي والارضي، فلازم الفي دي ماين يعطيني 4.2 اقل شيء او 4 فولت. طبعا خط الفي دي ماين صار هون تحت على هذا الخط، لازم نفحص على هذا المكثف، على هذا المكثف. طبعا هذا الملف هو اللي بيعطي الفي دي ماين وصلان لهون، فلذلك هون لازم يعطيني 4 فولت. إذا ما أعطاني 4 فولت معناتها عندنا التجرس عاطل، وإذا أعطاني 4 فولت معناتها أي سي اليو اس بي هي العاطلة. أي
هيك صورت وقفة وكتبت وقفة. حاليا رح افعل نقطانة، رح اوصل، رح افتح الافو وابلش فحص. طبعا كمان عنا هوني في عنا هذا خط كمان و VDD مي كمان، حاليا عم بيعطينا 60 ملي فولت، انا بدي 4.2. رح ادقر الخط الارضي، مشان افعل اشارة. هي دقرتها وما صار عندي شيء، تم على حالة الفولتية، تمت على حالة. فبهالحالة انا بتأكد 100% انه عذري بالتجريس 100%. يعني عنا هاي الاي سي حاليا، هاي الاي سي شغالة، اي سي دي اس بي، بس تجريس هي اللي ما بتعطي فولتيات لبرا. بما انه طلع عنا ما بتعطي على الفي دي دي ماي، ما بيعطي فولتية، فانا حاليا رح اغير التجريس. طبعا انا عندي اي سي جديدة، رح نغيرها مع بعض وإن شاء الله يحصل خير. أهم شيء ونحن عم نغير لازم نتأكد من النقط، من الجرين اللي هون لازم يكونوا يعني 100% موجودات، لأن أحيانا بيكون في خط مثلا من بيناتهم مو موجود، ف ما بعود الأي سي ما بتقدر تشتغل. أنا عم بشيل الجرين، يعني الجرين القديمة ما صير تركب على الاي سي الجديدة. الاي سي الجديدة طبعا في لها اجرين اساسية بتجي، يعني الاي سي الجديدة بتجي في لها اجرين جاهزة معمرة وخاصة. هنضبه من الفليكس القديم، نحط فليكس جديد. هذا هو الاي سي الجديد.
نستنى عليه شوي ليبرد، لاني ما بصير نشتغل اي شغله والبورد حامي، فاحتمال مجرد ما تمسكه او تحط في عالم، في كثير ناس ايش بيعملوا وهي سخنه، فبيجيب تنر بيحطه فوق الايسيه، فتاكد انه 100% الايسيه، يعني 80% تنعطل. ليش؟ لاني رح نعتبر الايسيه هي مثل البلوره، فاذا كان سخنه وحطيت عليها التنر، التنر بارد فاكيد يصير فيها كسر، رح تنكسر اكيد. فهذا الشيء مو منيح ابدا، يعني كثير من المصلحين بشوفهم انه بيعملوا العمليه، فتاكد 100% انه الايسيه اذا كانت شغاله رح تنعطل بهالعمليه. هلا بما انه غيرنا الاي سي ان شاء الله تطلع الاي سي شغاله كمان، لاني كثير من الاحيان بشتري اي سيات جديده فبيطلعوا الاي سيات مو شغالات مع الاسف، تضطر انك تغير الاي سي او تغير احتمال عطل الاي سي، يعني تفكر انه مو العطل من العطل من غير مطرح، عطل من الطوط، عطل من الكويلات، من الفلاتر، من الكونكتر او اي شيء، يعني بصير تلحق غير شغلات. ف سبحان الله لو يصير جديد هيك تعمل شنو نسوي؟ الحمد لله. رح هلا ارجع افحص. حاليا اوصل فلات الشحن على التليفون بهالطريقة، طبعا المصلح ما ضروري يعني نحكي له، هو بيعرف اكيد لحاله، واوصل الشاحن، اوصل الشاحن على الجهاز وافحص عن طريقه، يعني ما ضروري احط بطاريه او مشان يعني يبين معي عن طريق التستر تبع الشحن. راح احط الشاحن هون وافحص عن طريق الافو النقاط اللي حكينا عنها. وصلت على الشحن حاليا، راح افعل النقطة، لازم اذا كانت شغالة تعطينا 4 فولت ان شاء الله. اعطونا 4 فولت، 4.40، بما انه هيك صار معناتها انحلت المشكلة ان شاء الله والجهاز جاهز للعمل. بعد ما غيرنا يصير التجريس، تأكدنا احنا بعد ما فحصنا يعني الفحوصات اللي حكينا عنها، طبعا غيرت اي سي دي تيجرس انا، والحمد لله صار يعطيني يوصل على الفيديو دي ماين اللي ورجيتك اياه على المخطط، عم وصل عليه 4.2 4.3 اقل شيء لازم يعطيك 4 فولت. فعليا حاليا لازم يكون الجهاز عم بيشحن 100%. هلا راح اركب الجهاز ونشوف شلون عم بيوصل شحن نظامي ان شاء الله. يعني كثير عالم، كثير من المصلحين فنيين صيانة، يعني مجرد ما انه يجي جهاز ما عم يشحن، فاول شغله بيرقد على اي سي دي يو اس بي، طبعا هو فكره اي سي تشحن كمان بنفس الوقت. لا هذا خطا، فانت بدايه لازم تشتغل على الافو، تتاكد يعني تحدد عزرك 100% بعدين تغير. يعني كثير خلق، كثير محلات بيجوني لعندي على المحل، يعني هو مصلح بيكون كمان بنفس الوقت، بيجي لعندي بيقول لي انه الجهاز غيرت له اي سي الشحن وما صار، فبطلع شو ايش مغير انت، فبطلع انه هو مغير اي سي اليو اس بي، تمام غيرتها مره مرتين مثلا ما صارت معك، معناتها عندك غير عذر. فحص ايش فحصت؟ بيقول لي ما فحصت، بس يعني انه غيرت الاي سي وما صار. إيه هذا الشيء غلط، يعني انا هذا اللي بقوله. فبدايه قبل ما تعمل اي شغله، اي جهاز مطفي مو شغال ما عم بشحن، عذر واي فاي، عذر شبكه، فاول شغله لازم تستعمله هو الافو، اول شغله لازم تفحص فيه هو الافو. بعد ما تحدد عذر الجهاز، تاكد منه 100% انه عذره مثلا من هاي الاي سي او من مثلا من الكويلات او مثلا من المكثفات، فهداك الوقت بتبلش تغير مو فورا. يعني انا هذا اللي بقوله، يعني بتمنى الفيديو يعجبكم، يعني انا ما بنزل فيديوهات كثيرة، بس ان شاء الله من الله ورايح رح ننزل فيديوهات دائما انا على طول عن شغلات يعني تسهيل لعمل الصيانة ان شاء الله. بتمنى الفيديو يعجبكم ان شاء الله، وهيك بتمنى منكم
اشتركوا بالقناة حتى نكبر القناة. اخذ شحن، اخذ شحن نظامي جاهز اشتغل، جاهز اشتغل 100%. الحمد لله. انا لازم يطلع لي شورت شحن فوق، اذا ما طلعت شورت شحن شي بخد شي بصير. لا بس ان شاء الله مش طويل. يعني جاهز عم بشحن 100%. الحمد لله. كمان التستر عم بسحب 2000 ملي امبير، يعني وضعه سليم 100%. ولهون بنكون خلصنا الفيديو ان شاء الله. اتمنى مثل ما قلت لكم تشتركوا معي بالقناه لنكبر القناه ان شاء الله، وانزل فيديوهات دائما ان شاء الله، مثلا عن اعطال عن شغلات. والسلام عليكم.